الحمد لله تعالى بفضله تتم الصالحات بهذه المناسبة، فإن مسجد أندونيسيا استقلال أندونيسيا الكبير ها هو في المراحل النهائية إن شاء الله من إكماله وإتمامه. وبهذه المناسبة الكبيرة والجليلة فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لشعبنا وإخواننا في أندونيسيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وأن يضاعف لهم في صدقاتهم، وفي أولادهم يبارك لهم، وأن يجمعنا وإياهم إن شاء الله تبارك وتعالى في أرضنا على باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك وقد تحرر عزيزا كريما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.